يعني أنا حقيقة في وقتها خرجت على إحدى الفضائيات وأحضرت كل الوثائق التي تؤكد ارتباط العراق بمبادرة الحزام والطريق، وكانت أغلب الوثائق من وزارة النقل، وثائق رسمية. جبت الأمر الديواني الذي أصدره السيد عادل عبد المهدي لتشريع انضمام العراق لمبادرة الحزام والطريق، وتشكلت آنذاك لجنة وفق هذا الأمر برئاسة السيد وزير النقل آنذاك السيد عبد الله العيبي. تمام. وأيضا أحضرت المحضر الاجتماع الأول لهذه اللجنة. زين، هذه ما عرضوها على السيد الوزير؟ لو هو يرتبط بالمخاوف اللي تحدثت عنها بالبداية، حس شنو الداعي؟ هل هو حديث سياسي؟ هل هؤلاء المسؤولين يكذبون عليه؟ ما أعرف شنو السبب، ما الداعي لمثل هذا الحديث؟ لا ننسى أن هذا الحديث تزامن مع قضية طرح مشروع القناة الجافة اللي سمي بالتنمية، طريق التنمية. خرج السيد الناطق باسم الحكومة قطعا جزما لا يوجد طريق حرير. شنو لا يوجد طريق حرير؟ طريق عالمي، مشروع عالمي، عشرات الدول انضمت إلى 180 دولة. العالم مقلوب اليوم، مشاريع إيران جيران بدأت بتنفيذ الاتفاق الاستراتيجي مع الصين لمدة 25 عام اللي وقع في 21 بناء على مبادرة حزام الطريق. هاي الكويت 5 مشاريع تنموية من ضمنها ميناء مبارك. ليش ننسى السعودية قبل أشهر نهاية العام الماضي شهر 12 القمة السعودية القمة العربية، تمام، مو القمة الخليجية مع الصين. هسه راح نرجع للموقف العراقي، لكن أريد أسألك هذا حدث عالمي. ليش تجمع الحرير النيابي؟ نعم. وليش عددكم قليل إذا القضية بها أبعاد اقتصادية، بها أبعاد استراتيجية، ليش العدد مو كبير؟ تجمع الحرير النيابي هو ليس تجمعا سياسيا، بعبارة أخرى أي أنه ليس حزبا منظما جمعته مجموعة من الأفكار والرؤى والمنطلقات ووضع له برنامج ودخل وشارك في مجال انتخابات ووصل إلى مجلس النواب لينفذ هذا البرنامج أو وصل إلى السلطة ينفذ برنامجه، وإنما هو مجموعة من النواب الذين تجمعهم مجموعة من القيم اللي من أهمها الإيمان بمبادرة الحزام والطريق وإدراك أهمية وضرورة ارتباط العراق بهذه المبادرة العالمية الكبرى. هذا اللي يجمع تجمع الحرير، ولذلك سميناه تجمع.